مستمرين مع بازرجي موتورز بي اوتو فوكس ومع المصنع الصيني المعروف جدا بعالم السيارات بايك، دائما مستر جيف مراد معنا لندور اكثر على الطرازات الحلوه. هاي جيف. هاي جورج. مستمرين ببازرجي موتورز صح، واهم شيء على الريت اللي الكل اللبنانيين طبعا اليوم بيرغبوا انه يشتروا كل اغراضهم عليه 1515، كيف بتعقد اذا سياره والسعر اللي بعده نفسه سعر السياره قبل ما تعلى قيمه الدولار؟ مزبوط، يعني نحن كبازرجي موتورز وخصوصا مع البايك سينوفا الاكس 25 او حتى دي 20 حافظنا على سعرنا بالدولار، ما خليناه لسعر الدولار، حافظنا عليه اللي هو 12850 من وقت ما انطلقنا لحديد اليوم. سعر البايك سينوفا اكس 25 عم بيكون ب 12850 دولار اكيد قبل التي في او التسجيل. وكرمال اليوم هالاوضاع اللي عم بتصير كلها صرنا عم نشوف يا شركات شو ما كان بالاكل بالسيارات مهما كانت هيدا تنتاقلم على الفرق بين اللبناني والدولار. في كثير شركات يا غلوا سعر الدولار وعم بيقولوا انه عم بيقبضوا على 1005 بس هن الفرق خلص حطوا، او حتى عم بيغلوا السعر باللبناني عم بيلحقوا سعر الصرف. نحن كبازرجي موتورز ومع البايك سينوفا اكس 25 على كميه محدوده عم نخلي سعر السياره هو نفسه عم نضربه ب 15 15، عم نلحق البنك يعني السعر الرسمي. بس بتندفع يا بشيك بيرسونال يا بشيك بنكير او كاش. اكيد مثل ما بنعرف اليوم البنوك ما عم تعطي كارد، بس تنشجع كمان عم نقبض كامل المبلغ بشيك بنكير او شيك بيرسونيل او نعم. اكيد نقدي كل شيء يعني. خلينا نستعرض شوي السياره الحلوه بعد ما شفنا الديزاين على كل حال معروفه كثير البايك سينوفا اكس 25، صار في منها كميه كثير كبيره بلبنان عم نشوفها على الطرقات. اللون اللي معنا اليوم ملفت جدا جيف. اكيد يعني نحن بالسينوفا اكس 25 عندنا رينج اوف كولرز. معنا اليوم الشانزليزيه الجولد، الاكس 25 مثل ما تعودنا نشوفها مع بالام تي في وحتى ما عم نجيب غيرل فولي لودد، عباره عن اكيد 2 اير باجز ابي اس او بي دي هول تحصيل حاصل ما عم نحكي عنهم، بدنا نحكي عن فتحه السقف، عن الشاشه مع كاميرا، عن جانت 16 اشاره بالمرايات، وكل هول كل هول بيهمني كثير شديد على التقنيه الموجوده بالبايك سينوفا الاكس 25 اللي هي التقنيه يابانية، لأنه شركة البايك هي اللي بتصنع سيارات يابانية وأوروبية للسوق الصيني. مشان هيك واللي خلى نجاح خصوصا مش بس بالصين على طريقاتنا بلبنان هو مصروف البنزين الموجود بالسينوفا اكس 25 موتور 1500 سي سي 4 سيلاند 16 سباب مع مصروف بنزين 230 كيلومتر بالتنكي كم عدد. ممتاز، يعني انا مصروف رائع بشكل كثير حلو بشكل مع اوبشنز فولي لودد السياره. رح ننتقل اكثر لداخل جيف نشوفها سريعا جوا قبل ما نرجع نحكي عن الديل ونضوي اكثر، نرجع على سعر الصرف اليومي اللي مستمر مع بازرجي موتورز على 1515. صح. ننتقل لداخل البايك سينوفا اكس 25، بفرجيكم قد ايه السياره كمان فخمه من الداخل، خمس اشخاص مرتاحين بيقعدوا فيه لانه عندنا سقف عالي جيف ملفت فيه، يعني هيد روم وليج روم. مظبوط، اكيد غير الهيد روم والليج روم عم نشوف كيف الفرش طاغي بين الجلد والقماش، اكيد يعطيك هاللكجري فيل نفس الوقت بيعطيك جريب اكثر كمان بالقعده. صح، نفس الوقت كمان عندك فولي لودد سينوفا اكس 25 من جوا، ان كان من الشاشه، ان كان من كبسات على الفولون، كروز كنترول، اوديو كوماند، شاشه تاتش، كاميرا لورا، كلها سياره فولي لودد. الكاربون فايبر مع البيانو بلاك كمان. صحيح، ديزاين كثير حلو للتابلو الامامي، فتحه سقف، فتحات الاي سي حلوين، فتحات الاي سي مظبوط مع شكل اللوجو البايك معمولين، عندك فتحه سقف والازاز الامامي كثير شاسع. والحلو كمان بقلب السينوفا اكس 25 انك تستمتع بسواقتها بقيادتها، لانه اولا موتورها حلو 1500 سي سي وبتنسى البنزين يا جورج. مصروف عندنا عم تعمل اكثر من 230 بالتنكي يعني. اكيد ممتاز بقى السياره بهيك يعني مواصفات وباورفل. اكيد وللامان عندك اي بي اس او بي دي اير باج 2، كل المواصفات معمول من شركه البوش كمان، الاي بي اس والاو بي دي كل هالمواصفات للامان كمان موجوده بقلب البايك سينوفا اكس 25. وبالاهم انه عم نقبض اللبناني. يلا مش عم نحكي عن الديل باخر بارت، نرجع نذكر بسعر السياره اللي بعده نفسه من قبل لليوم والريت بعده على 1515.
تمام. حديثنا اكيد مع جيف نحكي عن الديل اكثر الموجوده على البايكس نوفا اكس 25. مثل ما ذكرنا سعر السياره بعده نفسه من السنه الماضيه لليوم رغم كل الظروف، بعده السعر هو زيته عم بيكون ب 12850 دولار قبل التي في او التسجيل، واكيد اللبناني عم بيكون على 15 15. انا بدعي الكل اللي عم بيسمعنا يبعثنا واتساب على الرقم المذكور اللي هو 76 150 555. نعم يبعثنا هالواتساب بس ماشي، يبعثنا هاي بنبعث له المعلومات نتصل فيه بياخذ معلومات اضافيه، تست درايف للسياره، تست درايف للسياره يجربها تو فيل ذا كار، كثير مهم الواحد يحس مع طبيعي. السياره ونحن عند بازيرجي موتورز غير انه عم نقبض كامل طريقة الدفع باللبنان ان كان شيك بانكير او شيك بيرسونيل او نقدي اكيد. نحن البايكس نوفا اكس 25 موجوده بفرعنا الرئيسي بنهر الموت على طريق المتن السريع، واكيد ايضا عن وكلائنا الموجودين ببعالين بصيدا بجونيا او بطرابلس، موزعين بكل مناطق لبنان، موزعين بكل مناطق لبنان. كفيلي 5 سنين او 100,000 كيلومتر كمان جورج على السياره مع خدمه اللي بتامنها بازيرجي موتورز، خدمه ما بعد. ثانك يو جيف على كل المعلومات، جود لاك لكم بهالفتره، ورحنا مأمنين انه لبنان رح يرجع احسن من قبل ويرجع سوق السيارات كمان ينهض من جديد. بلاقيكم بكره بحلقه جديده وسياره جديده، مشاهدينا الى اللقاء.